عندنا بقى عم المساعد ده مثال في الكتاب بتاع الدكتور احمد. المثال ده قال لك ان هو وان واي. طبعا انا حله يعني ايه كمذاكره ليك، ممكن تبقى ترجع تحله انت براحتك، وكده كده مش ده اللي جاي في الامتحان عشان نختصر بس الوقت. انا حلله لك وحلل لك في مسألة ايه كاميرا مدفونه، فما عشان تعرف برضك لو جيت لك ازاي تحلها، بس عامه ما بتجيش تمام. ولو تمام. انا وحليت الكاميرا دي، يعني انا عشان تاخد بالك ان انا حلل الكاميرا دي، عشان كده ايه كاتب لك جنبها كاميرا داخليه، حمل البلاطه جاي من هنا وحمل البلاطه جاي من هنا، فانا كاتب لك جنبها كاميرا داخليه تمام. وده ليك يعني كمذاكره ليك، عشان ده مش هيجي، ده مش جاي يعني في الامتحان. لما احنا هندخل على المثال المهم، هو ده امتحان الميد تيرم بتاعي، ده اللي معايا الصراحه ومتاح معايا. ده احنا اتكلمنا عن العمود تقدر تحله، معاك مثال زيه واحنا شرحناه. ده المثال التاني بتاع الهولو بلوك اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، ده البانل ديبين طبعا لسه المرة الجاية. بيقول ذا جيفن بلان ان فيجر 1، مديك رسمة قال لك موضح فيها نظام انشائي او نظام سقف، مش نظام انشائي، هو مديك بلان عادي كده ايه. عايز ايه؟ هو مديك الاول الحديد اللي هتستخدمه 360 ميجا باسكال، الخرسانه 30 ميجا، اللايف لود على السقف 7 كيلو نيوتن على متر مربع، والتغطيه بتاعته 2 كيلو نيوتن على متر مربع. وما قال لك ايه، خد الجزء ان هو بقى قال لك فور ذا بارت اوف ذا روف بتوين اكسس 7 7، امشي كده ادي 7 7 قطعته و8 8، يعني انا ايه السقف بتاع اللي انا هشتغل عليه بس في المسألة دي هو ده السقف بتاعي أو ده المسألة بتاعتي. طب والجزء الباقي ده ماليش دعوة بيه ولا كأنه موجود، يعني هو ده السقف بتاعي، اعتبر ده أكنك مش شايفه. قال لك شامل الكانتليفر انكلودنج إذا كانتليفر، يعني في عندي كانتليفر فوق أهون، ما تنساهوش، أوعى تنساه، وفي كانتليفر تحته لحد هنا، ده حتة السقف بتاعي تمام. تمام قال لك ايه بقى، اتس ريكوايرد، ركز بقى في المطلوب مهم، اتس ريكوايرد تو ديزاين ا تو واي هولو بلوك سلاب. خلي بالك هو اللي طلب تو واي هولو بلوك سلاب، يعني ايه ممكن الباكيه دي تبقى 4 في 5، بس هو طلب تو واي هولو بلوك سلاب، تعملها تو واي هولو بلوك سلاب لانه هو طلب بالتحديد تو واي هولو بلوك. وايه طالع وايه تاني؟ قال لك سبورتد اون هيدن بي على كاميرات مدفونه، يعني يعني نستخدم تو واي هولو بلوك وساند على كاميرات مدفونه، يعني ممنوع استخدم كاميرات ساقطه هنا. يعني ما تقوليش بقى نحط كاميرات على المحيط الخارجي او على المناور، لا، هو ما هو طلب هنا هيدن بيم فقط، يبقى طلبه محدد، اتس ريكوايرد تو ديزاين ا تو واي هولو بلوك سلاب سبورتد اون هيدن بي تمام. دي المطلوب وده مهم، ومش طالب تصميم هيدن بي، عشان ما تقولش ان هو ايه طالب تصميم تو واي هيدن بي وهولو بلوك، لا، ده هو طالب تصميم بلاطه ذو اتجاهين والكاميرات المحيطه فيها او البلاطه دي مرتكزه على هيدن بي، يعني البلاطه دي حملها يروح لكاميرا هيدن بي، وما طلبش تصميم الكاميرا المدفون. لو طلب تصميم الكاميرا المدفون هيزود جمله هنا اند ديزاين ذا بي اند ديزاين ذا هيدن بي، ده لو طلب تصميمها تمام. وابقى اوريك مساله في الاخر وهو طالب تصميمها بيكملها ازاي، عشان بس ما تلخبطش. بعد كده ارسم بسكيل 1% الابعاد والكلام من ده تمام. اللي انا عملته ايه، خطوه رقم واحد جيفن داتا زي ما احنا متعودين، ده الاف فيلد من دون اف سي يو لايف لود، الاف الفلونج كفرنج تو واي هول بلوك سلاب سبورت ان هيدن بيم لايف لود، ده اللي هو قاله لي. طيب بالنسبه للبلوك استخدم بلوك ايه؟ انا عندي 3 ابعاد او 4 ابعاد في الديزاين ايدز، والله انا فرضت ايه 20 في 20 في 40، وده اللي احنا هنفرضه على طول، اللي هو ما فرضوش، انا كاتب لك اسيوم. رقم خطوه رقم واحد بخش صفحه 84 في الديزاين ايدز، بلاقي الرسمه دي برسمها، ما برسمهاش كلها، برسم يعني عصبين او 3 كده بالمنظر ده، عشان ارسم بلوكين كاملين و3 عصب تمام. ممكن عصبين كفايه حتى يعني، وتعمل لحد هنا تمام، كفايه لحد هنا بس لتسهيل الوقت بس مش اكتر. والاقي كان الشنب زي ما احنا قلنا ده، والاقي السخين، والاقي الحديد هنا،
تمام. وخلي بالك بقى، هلاقي الخط الأحمر ده الحديد اللي هو الفرش، يبقى 5 في 10، هتلاقي كاتب لك في 6، احنا نخليها 10. ده عمليا يعني او تنفيذيا 5 في 10، عايز تخليه زي ما هو معمول في الكود مش هتفرق، يعني كده ده مش هيتنفذ، ده امتحان. والسياخ دي يعني هيبقى 4 في 10. تمام، حطيت 4 ليه؟ لان لو انا حطيت 5 في المتر هلاقي في سيخ جاي هنا، جاي هنا على عند العصب، فبالتالي ممكن الخرسانه وهي نازله السيخ ده يقفل او يمنع الخرسانه تنزل. تمام، او ممكن احط السيخين هنا فيمنع الخرسانه تنزل، فايه بشتغل، فبحط 4 تكفي. تمام، وعندي بقى قلت العصب 10 في 40، وده 40 10 40، وضحت له الابعاد دي، قمت قايل له ايه التسلا خدتها 5 سم عشان اريح نفسي، عشان اخش وزن في الديزاين ايدز، واخش على الوزن على طول، ولا احسب فرق وزن ولا الكلام من ده. وخدت ارتفاع البلوك 20 سم، زي ما احنا اتفقنا، 20 في 20 في 40، يبقى 40 في ارتفاع 20 في بعد البلوك الناحيه الثانيه 20. القطاع ده مهم كده، خدت درجتين وانت ناقله من الكتاب صفحه 84. تمام، وقمت كاتب ايه؟ قمت كاتب 2، مشاور على الاثنين ده هم، قمت كاتب 2 فاي وسايب مكان فاضي كده لكل ريب. المكان الفاضي ده لايه؟ هكتبه في الاخر بعد التصميم، وما لحقتش اكتبه اي حاجه. تمام، انا كاتب 19 طبعا عشان انا مكمل المساله، فانا سايبها فاضي لحد دلوقتي. تمام، فدي الفكره اللي انا قلت لك عليها برضو، لما عشان لما نتقابل ولما احل قدامكم يبقى احسن. تمام، لما نقعد مع بعض هتعرف وانا بحل يبقى احسن، هتشوف طريقه الحل وانا كنت بحل ازاي. بس انا اقولها لك برضو وحاول ايه تفهم على قد ما تقدر. تاني حاجه بعملها ايه؟ البلان. كان مديني كام باكيه؟ ادا 1 2 3، وكابولي محاوط الباكيه كده، كابولي نصي. فانا اللي انا رسمته كان البلان ده عباره عن كام؟ عن الابعاد 97، والكابولي 1 متر 90 في متر 90، 9 متر 10، 9 متر 10، 8 متر 85. المهم مش هتفرق يعني الابعاد. المهم انا عامل ايه؟ راسم الحته اللي فوق ده، الحته اللي فوق ده اللي قضت معايا في الرسم اهو. رسمت 7 متر 90، متر 9، متر 9، 9 متر 10، والحته دي ما قضتش، قمت عامل خط قاطع. تمام، عملت خط قاطع وخلاص. اول حاجه بفرضها الاحماء بتاع الابعاد بتاع الكاميرات. تمام، فرضت ايه بقى؟ انا عندي في كاميرا هتتحط على السبورت هنا، انا عندي 4 سبورت اهو. تمام، في كاميرا تتحط هنا، كاميرا مدفونة، وفي كاميرا مدفونة هنا، وفي كاميرا مدفونة تمشي كده، وكاميرا مدفونة تمشي كده. تمام، فرضت الكاميرا اللي ماشية هنا متر، عرضها متر، ليه بقى ما فرضتهاش متر 20 متر 50؟ براحتي أنا حر. ليه بقى فرضتها متر؟ لأن أنا قلت الأحمال جاي لها من هنا من اتجاه واحد، إنما هنا مفيش حمل. أنت هتقول لي ده فوق السقف، في سقف جاي لها من هنا. ما أنا قلت لك خلاص بقى، المسألة بتاعتنا هي دي، مفيش حاجة جنبها، معرفش دي فاضية، بالنسبة لي فاضية، لانه قال لي خد الحته دي السقف بتاعك، فدي فاضيه، فالحمل هنا الكاميرا جايه من الناحيه دي بس. تمام، اما الكاميرا دي ممكن اخليها متر برضو. تمام، بس انا خليتها 2 متر لانها شايل الحمل من هنا وشايل حمل الكانتليفر. تمام، فانا خليتها 2 متر، ممكن اخليها متر 50 براحتك. تمام، افرض زي ما براحتك، يعني ممكن تثبتها متر كلها، متر 50. تمام، عملت دي مترين ودي مترين، نفس الفكره. فرضت اللي انا فرضت براحتي، كده كده الفرض ده هيبان في التصميم في الاخر. وقمت رايح اعمل ايه؟ قلت هو عايز تو واي، ده خطوات الحل اللي انا عملته. وقال لك تو واي هول بلوك سلاب، قمت جاي كده عملت شكل المربعات كده بالمنظر اللي انت شايفه بالاحمر ده، ده بيرمز للتو واي. ده بيرمز معايا، تفضل يا سمعنا سعد.
آه.